موضوع اللحوم في أمريكا موضوع كثير حساس بالنسبة للمسلمين. ما تثق في أي استكر بقول لك حلال، لازم تسمع عليه كلمة تذبح، يعني غيرها مش هيك حلال. مستحيل أن يصيب اللحم وهو تكاعد بسلخ عشان يظل اللحم نظيف. جول، خفان، سخون، بط، دجاج، أرانب، كل شيء بدك إياه، يعني زي كأنك أنت موجود في البلاد بالضبط. اليوم خلينا نتعرف شو قصة اللحم الحلال عشان نفهم تفاصيل كثيرة عن اللحوم وكيف بتم ذبحها وعملها في الولايات المتحدة. هون أحد المسالخ الإسلامية العربية اللي بتذبح اللحوم الحلال. خلينا ننطلق، يعني بس تدخل هون على المشاريع العربية اللي هي مختصة في الذبح الإسلامي، لازم نتعرف هون في تامبا فلوريدا على السيد أحمد. السيد أحمد هون عنده مسلخ اسمه موسى حلال. خلينا نتعرف على قصة كلمة حلال وهل فعليا هون الذبح حلال، ونتعرف كمان كيف بتم ذبح الماشية والعجول بالتفاصيل، يعني من أول ما نبلش يجيبوا هاي الحلال للمكان، بالإضافة لأنه كيف بيذبحوه بيطلعوه للناس وبيبيعوا العرب والمسلمين الموجودين في تامبا. أنا اسمي أحمد محمود درويش حماد من رام الله، من سلواد. هذا المشروع بلشنا فيه في 2013 تقريبا. طبعا كل شيء طبعا على الطريقة الإسلامية، كل شيء عندنا حلال الحمد لله رب العالمين. وبكت فيه شوية صعوبات، يعني عبين ما قدرنا ان احنا نفتح هذا المسلخ. هذا المسلخ ما كانش فتحته في الشغلة الهينة، لان تعرف كل شيء بتعمله مع الحكومة، يعني مع النظام الامريكي، لان احنا طبعا احنا في عنا مفتشين موجودون هنا، عنا الاربع مفتشين بكم متواصلين معنا دائما هون، بتأكدوا على ان الحيوانات مفيش عندهم امراض، يعني صالحات للذبح، وطبعا على طريقة المرعاة في الحيوان والشغلات هذه كلياتها طبعا. طب يلا خلينا ننطلق، هون شو في؟ هنا طبعا موجود عنا العجول هذه كلها بتيجي من عنا من هان من فلوريدا، بنجيبها احنا، بنجيب طبعا دائما بنجيب العجول اللي هي رقم واحد لهون، اللي هي البلاك انجس وعندنا شارلي والشغلات هذه كلها. كل العجول عندنا بنبيعها هان السن تبع بتجوزش السنتين، فكلها تاكل من سنتين. هلا هان طبعا عندنا الخرفان، في عندنا في خرفان بيقولون الشو لام، وعندنا الدوبر لام. الدوبر لام هو طبعا رقم واحد يعني في الخرفان الموجوده هنا. الخرفان كلها طبعا السن تبعها ما بتعدى السنه. هلا الخرفان احنا هذه كلها تشيلها بتيجي من تكساس، بتجيش من هون. احنا عندنا المزارع تبعتنا في تكساس، فتركها بتيجي هان على الذبح على طول. لما تروح تشتري في الحل في اللحوم تبعتك من زي رستران ديبل ولا المحلات الامريكيه، هذول مش راح يكلكوا اصلا في الدين تبعك، يعني يقولوا لك هذا حلال بس هذا بده نجمع مصاري وخلصت فتره. يعني هو ممكن يكون مش حلال. طبعا الحلال لازم يكون الشخص مسلم، لازم تسمي عليه كلمه تذبح، يعني غيرها مش هيك حلال. هلا سكت الحلال هذا مش معناته انه حلال. يعني انت بتحكي عن شغله بتك شغله صحيه بتعطيها انت لاولادك. هنا طبعا بيختلف الوضع، لانك انت بتيجي هنا بتختار الحيوان انت بدك اياه وبعطوه بنعطيك اياه، يعني قدامك بكذبح كل شيء بصير قدامك. وهنا طبعا عندنا السخول. شو بفرق يعني السخل عن الخروف؟ هلا السخل زي هذول السخول، هذول السخول بكلول هن الوذر جوت بكلول، هذول من احسن انواع السخول. بين الخروف والسخل هو نفس الشيء تقريبا، بس انه بتقول هذاك دهن عليه اخف من الخروف، يعني اللي عندهم كوليسترول يمكن. ايوه بالضبط. طبعا هذول السخول الموجوده اللي يعني رقم واحد. طب شو الاختام اللي عادينيهم هاي؟ هذول احنا عشان نقدر ندخل من تكساس لهون لازم على كل حيوان لازم يصير عليه زي رقابه، فممنوع اي حيوان يطلع من تكساس لما لهان اللاعبين بنحط عليه تاج، فكل بكم موثقين من وين اجوا لمين راحوا شو صار فيهم. شو بطعموا الخرفان؟ اكل معين اشي معين؟ هان احنا طبعا بنطعمهم بس العشب هذاك اللي انت شايفه كلوا للهي. هلا طبعا احنا بنربيهم مشان في المزرعة في المسلخ هان، يعني عندنا ناس مزارعين هنا بربولنا يعني بنتعامل معهم. طبعا عندنا احنا هان عندنا الدجاج البلدي، نودي طرقاتنا على بنسلفانيا عشان تجيب الدجاج البلدي، جزبون بناكل الدجاج اللي هو بده اياه، بنذبح له اياها نصبا. هذا اللي هو الجيني، يعني من انواع الدجاج تقريبا بدك تقول. هذا الافارقة كثير بيحبوا بنبصوا عليه اكثر شيء يعني. طبعا عندنا هان البط، هذا بيقولوا له البلاك مسكوبي، من احسن انواع البط طبعا. طبعا هذا كلها شغلات بلديه وكلها اورجانيك 100% يعني. وهنا طبعا في عندنا الارانب. ومين اكثر ناس بياخذوا منك ارانب يعني؟ الارانب اكثر شيء للمصارو، يعني المصارو بحب الارانب اكثر شيء عندنا. طبعا احنا عندنا يعني مش بس الاعتماد تبعنا مش بس يعني على المسلمين، في عندنا طبعا الزبائن الثانيين برضه موجودين، الامريكان الافارقه، يعني في نسبه جماعه امريكان منيحه، يعني صارت لما صارت تجرب اللحم الحلال صارت تحب لحم الحلال، بقول لك يا عمي ذير از ديفرنت، يعني اللحمه بتختلف. طبعا هنا عندنا اللي هو تبكلوله الكويل، اللي هو بنحكي كله في العربي السمان، هذا موجود هنا عندنا.
وفي طبعا ذا اللي بيحبوا الحمام، الحمام برضه موجود متوفر عندنا هنا طبعا. اي واحد بيجي بده جاج كذا بنقول له تفضل بنقي الجاجه اللي هو بده اياها، او ديك او بطه او وزه، بنذبح له اياها، بنقول بسم الله والله اكبر. نحن بنتوضا قبل ما نشتغل، من هون بيجي، من عندي، من هون هيك بيوقف، يقول لي بدي مثلا جاجتين ثلاثه قد ما بده بنعطيه. طبعا هنا هذول الخرفان بكل لما اذا حدا بيحب يعمل عقائق مع عقائق الاضاحي طبعا، يعني طبعا بفوت ورا بيختار الحيوان اللي بده اياه بنجيب احنا هون بنسميه له عليه. وطبعا احنا يعني الشغل تبعنا الشباب طبعا عندي هنا ما شاء الله عليهم كلهم مهيئين ان يشتغلوا على شغلهم يعني كله على نظافه يعني. فهو اثناء السلخ تبعه مستحيل انه يصيب اللحم، هو تكاعد بيسلخ يعني لازم يسلخ من غير ما يصيب اللحم بالضبط عشان يضل اللحم نظيف. طبعا هذا الكسم هنا احنا بنسوي الرجلين والروس المحروقه كل شيء بنشغل هنا شغل على الايد بدون ما ياكل ولا اي شيء ثاني يعني. طبعا هنا بننظف احنا الكرشات والمصارين بنسويهم في المناطق هذه كلها طبعا بتنظف على الطريقه المضبوطه على اساس يعني نخلص من كل الشغلات الوسخ والحاجات هذه كلياتها. طبعا هلا كيف المسلمين او اللي بيحاولوا يدوروا على اللحم الحلال كيف بدهم يتاكدوا انه كلمه حلال فعليا حقيقيه، يعني اشتوا لحم حلال مذبوحه على الطريقه الاسلاميه؟ يعني هذه الشغله الوحيده، يعني الشغله الوحيده اللي تقدر تتحقق منها انك انت لازم تشوف الذبيحه تبعتك لما ذبحت، بس انك انت يعني اكل ما فيها اشتريها من شخص مسلم، يعني هيك عنده واحد عنده ذمه وضمير انه يقول لك ان هذه حلال تك فعلا حلال. بس لما انت تروح تشتريها من عند الامريكان راح يقول لك حلال، هو اصلا ما بيعرف شو معنى كلمه حلال، يعني ما بيكلكوا في شيء الا بس يعبي الجيوب هنا بس. هذه يعني هذه هو الهدف تبعها، ما كلكنين لا في الدين تبعنا ولا باي شيء ثاني، يعني حطوا لك الاستيكر حلال وخلص. والطريقه تبعتنا الحمد لله يعني الطريقه الاسلاميه مش بس انها حلال، هي تبتكي مور هيلثي، انك انت لما تروح تجيب العجل، لما تروح تخ العجل في راسه غير لما تروح تذبحها يعني ويطلع كل الدم منه والشغلات هذه كلياتها. فبدك تقول على الامريكان هنا نفسهم انه صار يحبوا اللحم الحلال، يعني صار يجوا علينا كل اللحم تبعكم انظف من المحلات الثانيه. هون هذا الباكس اللي احنا بنحط فيه اللي بنذبح فيه العجول، العجل بيدخل من هون، فبنستخدم هذا الباكس عشان كسيفت لنا وللمنقذ العجل نفسه لما ندخله. هنا كلياتها طبعا احنا عندنا الكترونيك لاينز، بنحط كلياتها على الكترونيك لاين، هذول الكترونيك لاين مهيئات. وطبعا هان الطاولات بكل الشباب كلهم متواجدين هان، اللي هو كل واحد بيعمل القسم تبعه. المنطقه هناك بكل مفتشين الحكومه بكون واقفين على المناطق هذيك بتشيكوا على كل حاجه، لازم تكماشي على القانون ستيب باي ستيب. طبعا هان الخرفان بعد الذبح تبعها بنحطهم شوي بالثلاجات عبين بنسكعهم لفتره قصيره على اساس ان نقدر نقطعهم بطريقه انسب واحسن. طبعا هنا احنا عندنا هنا المناطق منطقه الريتيل هلا صرنا هنا كل انواع الدجاج والخرفان والروس المشعوطه، وهنا طبعا الكرشات والمصارين. عندنا احنا الخرفان هم تيجي انت طبعا بتختار القطعه اللي انت بدك اياها واحنا بنقطع لك اياها النسبات، ما في عندنا اي شيء مقطع وجاهز ولا شيء، كل شيء بتقطع قدام الزبون بالضبط شو انت بدك احنا بنقطع له. هنا طبعا قسم العجول تيجي طبعا هنا بتختار انت القطعه اللي انت بتعجبك، وبعدين احنا بنعمل لك البروسيسنج تبعها، يعني بتيجي عليه بتقول بدي القطعه هذه، من هذه القطعه بطلع لك الجرامبي، بطلع لك الستو، شو اللي انت بدك اياه بطلع لك اياه من القطعه نفسها. قسم هون طبعا في عندنا الفيش، هذا منطقه الفيش عندنا السنابر، جروبر، بومبانو، كراب، شريمب، كل هذا طبعا كلياته فيش عندنا ولا شيء مفرز، كلياته فريش وكلياته وايلد كات، ما في عندنا اللي هو تربات المزارع وشغله زي هذه، متعامل مع بجيبونا اياه كلياته بك يعني صيد اليومي تقريبا. كلمه اخيره الناس ونصيحة، ما تثق في أي استيكر بقول لك حلال معناته هذا إشي حلال، فهذه الشغلة لازم الناس برضو يعني تنتبه عليها. أنت ما بتقدر تروح تشتري لحمتك من واحد أمريكي وتقول أن هذا حلال، لا يعني هذا مش حلال، بيحطوا لك هالستيكر عليه وخلص يلا حلال. طبعا زي ما شفتوا اللي هو الذبح الحلال في هيك مسالخ موجودة في تامبا فلوريدا، هاي اللي بتذبح اللحم الحلال وبتوزعها على المسلمين الموجودين في المنطقة تقريبا عشان تساعد الناس انها تأكل لحم حلال وصحي. تعرفنا بالتفصيل على كل اشي موجود هون. انتهت حلقتنا لليوم، فلا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وشو بنحكي؟ سلام.